احكي لي الأول بقى عن مشهد الهدر يا حبيبتي اللي أخدتيه، ألف سلام عليكي. زي الفل، مفيش أي حاجة باينة. ده ميكا بقى. لا بس مفيش حاجة، وريني كده. لا الحمد لله ده كده أحسن بكتير. يعني هو كان تقريبا من شهر بالظبط، ما كنتش أتشاف تقريبا خالص. يعني كانت الحادثة صعبة جدا يعني قوي. اتخرشمتي جامد؟ خالص. طيب ده السباق اللي حصلت فيه الوقعه ولا ايه؟ هو ده السباق اللي حصلت فيه. اشرحي لي بقى المضمار ده او التراك ده ايه؟ دوت تراك درجات مساحته بالظبط 250 متر. طبعا هو ده يعتبر هو مقفول ومش مقفول، يعني هو في كفر بتاعه بس يعني داخل برضو هواء من الجوانب بتاعته كده. السباق ده اسمه كيرن، ده سباق بيتخصص في التراك من السرعه. هو السباق ده عباره عن 6 لفات بيتلعب ورا الموتورسيكل على طول. بيبقى فيه 3 لفات وراه وثلاث لفات احنا لوحدنا مع بعض، واحنا سرعتنا بتبدا تعلى في بقى، ممكن توصل ل 60 70 زي ما سيدنا براحته بقى. فدي كانت اخر لفه، اللي كان اخر 200 متر بالظبط في الفينش. يعني انا كنت خلاص عديت اللي هي اللفه اللي هي خلاص داخله فيها على الفينش، وكنت في لاين كده متحدد عليه 200 متر، كنت عديته اللاين دوت. كنت خلاص فاضل عليه بالظبط 200 متر على الفينش. ايه اللي حصل بقى؟ هي البنت ماشيه، هي المفروض قانونا ما كانش ينفع تنزل تحت ابدا وتطلع تعلي الطلعه ديت. هي لو عايزه تعديني انا واخده اقرب خط للفينش اللي هو الخط الاسود، انا كنت ماشيه عليه. انا حدودي في الخط ده اتحرك من الخط الاسود للخط الاحمر دوت، ده حدودي، دي الحاره بتاعتي بمعنى اصح، امشي فيها زي ما انا عايزه. امشي بقى فيها على الخط الاحمر على الخط الاسود، هي ده حدودي. هي عايزه تعدي مني لو يعني عايزه تتجاوزك، عايزه تسبقك، عايزه تعديني. قانونا ليها تعدي من فوق مش من تحت زي يعني ما صاحبتها عملت. يعني تعديكي من اليمين مش من الشمال. مش من الشمال خالص، فبالتالي انا بصل اليمين، يعني انا ماشيه كل بصي وكل انتباهي على اليمين، بس لو انت هتعدي من اليمين. وبعدين بس هي راحت نزلت من تحت وطلعت عليا. طبعا انا ما شفتهاش خالص، انا بص على اليمين، بص حتى على الاقوى منها، يعني الاقوى منها هي اللي ورايا مش هي، هي واحده مش بنفس المنافسه معايا. فراحت طلعت من تحت، ويا ريتها بقى طلعت مثلا ومش حتى على الخط، هي طلعت وراحت طلعت عليا انا بقى، فراحت خدتني بقى خلاص، ما حسيتش في حاجه بعد كده. اغمى عليك؟ طبعا خلاص فقدت الوعي بعديها. وبعدين ايه اللي حصل؟ فقدت الوعي بس مش كتير، يعني هو فقدت الوعي حاجات بسيطه كده. وبعد كده قمت اول كلمه قلتها للمدرب انا عايزه اعيد السباق ده تاني من غير ما اعرف انا في ايه اساسا. انت عايزه تعيدي السباق؟ قلت له طبعا انا السباق ده يروح مني ازاي؟ يعني انت فقتي في المستشفى ولا فقتي وانت في لا انا فقت في التراك على طول، يعني بعد ما خدت الوعي وقمت ولقيت نفسي يعني بتكلم وكده، قلت للمدرب عيدوا السباق ده تاني. بيقول لي انت سامعاني طيب شايفاني حاسه بيا؟ قلت له عادي السباق ده تاني، انا عايزه ادي السباق ده تاني. فبعد كده راح قال لي خلاص كده كده، انا اصلا انا عارفه قواعده، يعني طبيعي لما بيحصل اي دروب في اي في اخر لفه بالذات للفينش خلاص انت بره السباق والسباق انتهى، لانها حصلت في اخر لفه. لو كانت حصلت قبل كده وكان ممكن يحصل، ممكن السباق يقف ويتعاد تاني، ده لو انا مثلا سليمه واقدر ان انا اكمل، لكن ما دام في اخر لفه خلاص الموضوع انتهى، يعتبر لازم السباق خلاص خلص. حسب خلاص ما فيش مشكله، اللي دخل دخل بقى واللي نهى السباق انتهى خلاص على كده. فراح قال لي انت حاسه بيا انت شايفاني؟ قلت له انا شايفاك. بعد كده انا احساسي انا المنطقه اللي اتعورت فيها دي فوق عينيا مش اول مره، دي كانت ثالث مره. ايه بقى اوصفي لي الاصابات كانت ايه؟ كان في قطعين فوق العين فوق الحاجب بالظبط، واحده هنا وواحده هنا بالظبط كدهوت، والثالثه هنا، غير بقى ان كان دي كلها كانت جلطات خشمه. وفي الايد وفي الرجل بقى كانت كلها. يعني هما بيبقوا مش خايفين عامه الاصابات السطحيه دي، بيبقوا خايفين لو لا قدر يحصل ارتجاج او كده. يعني هو الخوذه اللي انا كنت لابساها عامه حمت كتير، وفي نفس الوقت هي النضاره بتاعتها اللي انا كنت لابساها هي اللي عملت في وشي كده. يعني هو كان منه فيه، يعني هو نضاره الخوذه فيها نفسها، هو كاسك مخصص للسرعه للسباق ديت. فانا كنت لابساه وهو النضاره بتاعته هي اللي نزلت منه وطلعت على وشي بقى، بدات تقطع بقى في الوش. نقلوكي بقى في مستشفى في ابوجا؟ في ابوجا. مستشفى كانت المفروض ان هي احسن مستشفى هناك، يعني تبعد قد ايه عن التراك؟ لا هي كانت تقريبا ما فيش 5 دقائق هي على طول، لان هي اصلا المكان التراك عامه هو في قلب البلد، وهي عامه ابوجا العاصمه، فاللي هي يعني كانت كل حاجه فيها. يعني الكلام ده تقريبا لو كان في مدينه تانية كان ممكن تبقى بهدله عن كده، والحمد لله ان كانت جايه مصر على طول، يعني كنت جايه مصر تاني يوم. روحتي المستشفى هناك عملوا لك غرز بقى تجميليه؟ فهمت انه جابوا حد يعني جراح متخصص في الكلام ده، جابوه مخصوص بصراحه للكلام ده.